رانيا ايه يا رانيا؟ صحيح من النوم تتفرج على التلفزيون؟ رانيا يا ماما الساعة 2 بالليل يا ماما، حد يقوم من النوم عشان يقعد يتفرج على عتريس؟ رانيا قومي نامي يا ماما، قومي نامي. قومي يلا يا رانيا. عتريس الجد غاضب. طبعا شفت انا الفيلم ده 100 مرة قبل كده، بس مش الساعة 2 بالليل يا ماما. يلا قومي خش على اوضتك. ابعد عني يا عتريس، اهل البلد كلهم مستنينا برا. طبعا مستنيينا بالمشاعل، وهنجيبهم بكره الصبح ان شاء الله يولعوا في البيت كله. يلا حبيبتي يلا. ابعد عني ما تلمسنيش. ايه يا رانيا في ايه؟ ايه الجنان ده؟ يلا يا ماما على اوضتك. يلا يا اهل البلد، يا اهل البلد ابعدوا عتريس عني يا اهل البلد. ايه اللي كبيتي بيه يا حبيبتي؟ عتريس حشوا عتريس عني. ايه عادل في ايه اللي حصل؟ ايه انا مش عارف، قاعده بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على فيلم عتريس، ومره واحده يظهر بقى عفريت شادي يلبسها ولا حاجه. او ماي جودنس يظهر الحاله رجعت لها تاني. حالتي يا حماتي، هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. هنتجم منك يا عتريس، هنتجم لاهل البلد كلهم، هفتح الهويس واخرجكم. لو سمحتوا بليز يا جماعه سيبوني معاها 10 دقايق بس. تعالي يا فؤاده، تعالي نخش جودتنا. تعالي يا فؤادة. باطل. لا حول ولا قوة إلا بالله، البت وأمها. ده إيه الحسبيس اللي إحنا فيه ده يا عادل؟ يا ماما مالها يا بابا؟ مش عارف يا حبيبتي. يظهر يا حبيبتي جالها برد في مخها، يعني ما تقلقيش. طب ما أنا سمعت مجيدة عمالة تقول لها يا فؤادة، عمالة تقول لك يا عتريس، أنا بنت مين؟ أنت بنتنا يا حبيبتي عادي خالص، أنت بس بتحلمي ولا حاجة. خشي نامي نجلاء، خديها ودخليها أوضتها. تصبح على خير يا عتريس، وبقول لماما فؤادة تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت من الأول إن الجوازة دي معيوبة. يا ما قلنا لك اتجوز كوثر بنت خالتك. كوثر؟ عيني على كوثر، وأنت اللي مرضتش. وأنا بس اللي مرضتش، ده شباب مصر كله مرضيش. يظهر والله أعلم إن رانيا دي عليها عفريت. جواز عتريس من فؤادة باطل. الجنان اللي انتوا فيه ده انا مش فاهم، في ايه يا حماتي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي، هي رانيا فعلا عليها عفريت؟ عفريت ايه بس انت كمان؟ عفريت ايه بس؟ الحمد لله اهي نامت يا عتريس وتكومت. يعني هي ما عليهاش عفريت يعني؟ طب مثلا عليها ديون، عليها اقساط، عليها اي حاجه؟ انا جوزها برضو ممكن ادفع لها يعني مهما كان، هي ام بنتي. بصراحة بقى يا عادل أنا كنت مخبية عليك، وهي صغيرة كانت بتجيلها حالات كده تتقمص شخصيات وتتأثر بيهم وتخش جواهم وتبقى هي دي الشخصية. يا نهار اسوح، زي شادية في فيلم عفريت مراتي يعني؟ دي عايز دكتور نفساني يا ابني يظبط لها اريال دماغها، احسن تلقط على فيلم المرأة والسطور ويطلع عليك يا عادل. لا 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 لا، نجيب لها دكتور نفساني فعلا. لا دكتور نفساني ايه، دي محتاجة دكتور من معهد السينما، اما دام بتتقمص افلام نجيب لها الدكتور عزت ابو عوف. دكتور عزت ابو عوف ايه؟ يجي هو واخته يقرفونا؟ نو، احنا هنعالجها زي ما صلاح ذو الفقار عالج شادية في فيلم عفريت مراتي. يا نهار تمثيل. دولا ايه القرايه اللي حطت عليك فجاه النهارده دي؟ ايه ده حطت عليا فجاه يا ابني؟ انا طول عمري بقره. طول عمرك بقره؟ لا يا دولا ما تقولش على نفسك كده يا عم. طول عمري بقرا الجرايد يعني. بتقرا الجرايد يعني. يا عم جرايد ايه يا عم؟ دي صفحه التلفزيون يا دولا. طب وهي دي مش في الجرايد يعني؟ وبعدين انا بشوف ايه الفيلم اللي هيتعرض النهارده في السهره، بس المشكله بقى ان في 100 فيلم في 100 محطه. طب ما ده حلو يا دولا عشان تختار براحتك. مش مهم انا اختار، المهم هي هتختار ايه. هي مين يا دولا؟ بص يا رمزي، انا هضطر اشرح لك. ما تخافش هضطر اشرح لك يعني، برغم ان انا واثق انك انت مش هتفهم، بس انا ما قداميش غير ان انا اشرح لك يعني. طب بص يا دولا، انت تشرح كاني يعني بني ادم عادي يعني، وانا هحسسك ان انا البني ادم العادي ده. ماشي. بص يا رمزي، رانيا جالها مرض التقمص. طبعا مش فاهم يعني ايه تقمص. لا يا دولا فاهم يا عم، التقمص زون يعني اللي هي لما تيجي تتفرج على فيلم فتعجب بدور البطله فتقوم تتقمصه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟
يخرب بيتك، ايه الزكاوه اللي جات لك فجاه كده؟ ده انت وفرت عليا 4 سنين شرح. يلا اللهم صل على النبي دوله، وساعتها بقى دوله ممكن تتقمص دور رقاصه. يا نهار ابيض فعلا، وابقى انا جوز الرقاصه؟ لا يا دوله، هتبقى الطبال يا دوله. اه زي الراقصه والطبال والعلمه. ايه ده ايه ده ايه ده، ده الفيلم ده معروض النهارده في التلفزيون، ازاي بقى اخليها ما تتفرجش عليه؟ حط لها منوم في التلفزيون يا دوله، او بص مش عايزه تتفرج على اي حاجه بعد كده، اكسر التلفزيون ده خالص. بس يلا بس يلا، انا قلت الزكاوه اللي بتجيلك دي بتيجي وبتجري على طول. طب اقول لك يا دوله، بص يا عم، خليها تتفرج على اي فيلم من افلام الاستاذ يوسف شاهين، يمكن تاخد جايزه. يا ابني هتتقمص فيلم انا مش فاهمه ازاي يا ابني. طب وريني يا دوله. انا بقى بص بقى. ايوان خلاص يا دوله، لقيتها، سهر الليالي. لا 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 لا، سهر الليالي ايه، هفضل سهران طول الليل وعندي شغل الصبح، ما ينفعش الفيلم ده. لا لا لا، بس يا دوله اهو فيلم بين القصرين ده 100 100. اه الا صحيح يا دوله، هو ايه اللي بيبقى بين القصرين دول؟ بين القصرين ما دام قصر كده وقصر كده بيبقى بينهم شارع. غبي غبي غبي. اه طب هو انه الفيلم ده، انا مش فاكره. بين القصرين يلا، اللي هو بتاع سي السيد يلا. اه يا دوله، يعني دلوقتي رانيا هتتقمص دور سي السيد؟ هتتقمص دور امينه مرات سي السيد. اه وانا بقى هتقمص دور سي السيد اللي هو جوز امينه. الله، طب وانت هتتقمص ليه يا دوله؟ انت عيان انت كمان ولا ايه؟ لا يلا، هي اللي عيانه، بس احنا لازم نساعدها، لازم نعيشها جوه الفيلم، ما نخرجهاش بره الفيلم خالص، عشان ممكن يحصل لها انتكاسه فتعيا. يعني يا يعني كلنا لازم نعمل كده. كلنا يعني ايه؟ اه يعني انا بقى دوله نفسي بقى انا اتقمص انا كمان بقى، ونقفل البازار ده هو. اه انت نفسك تجيب دورف، ونفسك تجيب دورف وخلاص. بازار ايه اللي يتقفل؟ البازار هيفضل زي ما هو مفتوح يالا. المهم، تعرف حد بيبيع طرابيش؟ عارف ايه هي الطرابيش ولا مش عارف؟ يا دوله انت ليه بتعاملني كده يا دوله؟ لا الطرابيش عارفها يا عم، الطرابيش اللي هو كان لابسها سي السيد في الفيلم، اللي هي لونها اسود. يلا لونها اسود عشان الفيلم ابيض واسود، الطربوش اصلا بيبقى لونه احمر، واخد بالك؟ وبيبقى له كده شراشيب بيسموها زر. يعني المهم، يعني انت تروح للراجل بتاع الطربيش ده، هتجيب من عنده طربوشين، وتجيب لنا بقى جلابيتين، وتجيب لنا عبايتين، وتجيب لنا شنبين، وربنا يسهل بقى. من شر حسد إذا حسد، ومن شر النفسات في العقد. عاملة إيه يا أمين؟ عاملة فضلة خيرك فول وطعمية وبيت. كل يوم فول، كل يوم فول، مفيش حتة جبنة نازلة، مفيش حتة لانشو، الواحد خلاص قلبه اتهرق، فول فول فول. معلش يا بابا، كنا قاعدين لوحدنا وما كانش في حد يقدرنا الطلبات، وانت عارف احنا ما بنبنش على رجالة يا بابا. والنطع ده ما بعتهوش يشتري ليه؟ كنت بنفخ التربوش بتاع حضرتك يا بابا عند العجلاتي. واخوك التاني بتاع حقوق انتساب اللي بيعورني كل سنة ب 500 جنيه، فين هو؟ ما مات في المظاهرة النهاردة الصبح يا بابا. مات؟ خلاص يا أمينة، ما تعمليش حسابه في الغادة النهاردة. حاضر يا سي السيد، بعد إذنك يا أخويا، كنت عايزك في كلمتين. خير يا أمينة، عايزة إيه؟ بلدك يا أخويا جالهم العدل، جدعين اسم النبي حارسهم طول بعار. وأنا هقدم لهم في كلية شرطة، خلاص إنجازي، بيشتغلوا إيه؟ وائل يا بابا اللي منمر عليا بيشتغل كومساري في مترو الأنفاق خط المرج فرع شبرا. وتامر اللي منمر عليا يا بابا بيشتغل سواق على خط حلوان. وافق أنت يا أخويا، وافق، وهم هيبقوا يعملوا لك اشتراك، الجدعين شاريين. وأنت بدل ما أنت قاعد عمال بتحش كده، قول اللي بتشتغل اللي يشوفك يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا شغال تحت ايدي ست زي حضرتك كده اهو. يا بابا يا بابا، انت خلصت الجبنه، خلصت الجبنه، وانت عارف ان مفيش لانشو. اضرب فول يا سيساي. مش ضارب فول انا، خلاص هتكل على الله،
اروح اكل في الديسك وامين. عايزه حاجه؟ طب والراجلين اللي طالبين بناتك دول؟ هقابلهم هناك في الديسك. يلا سلام عليكم. يسترك ولا يفضحك، يكسيك ولا يعريك، اله يبعد عنك ولاد الحلال يا رب. اوعى ما قالت تبعد عنك ولاد الحلال. غبي غبي يعني ابن حلال وغبي. مع السلامة يا بابا. مع السلامة يا بابا. مع السلامة يا بابا. مع السلامة. اوعي يا عيني يا ولاد. يعني ايه ما عرفتش ترجعهم؟ انت مش فهمت الراجل ان احنا كل شويه هنعوز ناجر منه هدوم تمثيل؟ عندنا تمثيل بالهبل، هو كل حاجه ما تعرفش تعملها. والله يا دولا قلت له فهمته يا دولا، بس هو قال لي البضاعه المؤجره لا ترد ولا تستبدل. يعني ايه؟ يعني يبقى تمثيل وخراب بيوت؟ استغفر الله العظيم. ايه ده؟ النهارده عارضين فيلم عنتر ابن شداد. يالا الله يا دولا. انا طبعا بقى هعمل دور عنتر. ورانيا هتعمل دور شداد. لا يالا، رانيا هتعمل دور عبله. الله، يبقى انا بقى دولا صفصفت لي، هعمل دور شداد. شداد ايه اللي تعمل دوره؟ شداد ده ابو عنتر وما كانش ليه دور في الفيلم، ده مات من قبل ما عنتر يتولد اصلا. انت هتعمل بقى دور شيبوب اللي هو صاحب عنتر الاهبل. هيبقى صاحبك انت دولا؟ ماشي يا دولا، ماشي ماشي يا دولا. طب عنتر ده كان لونه اسود. يبقى وانت بتجيب الهدوم بتاعه الفيلم هات معاك علبه ورنيش. حاضر. بني ولا اسود؟ يا غبي، عنتر كان لونه ايه؟ اسود. يبقى هات علبه بني. حاضر يا دولا. عيد النصر يا رجال، عيد الفتح يا رجال، عيد العمال يا رجال. يا عبله يا عبله يا عبله، لازم تمسك السيف في ايد واحده يا عبله. تقيل قوي يا عنتر، هيعورني. لابد انك انت تتعلمي الدفع عن نفسك يا عبله. وانت رحت وين يا عنتر؟ انا دمي فداك يا عبله، ولكن ان غزوني ماذا انا بفاعل؟ ستصبح ساعتها مفعول به. ما تخجلنيش يا شيبوب. ليه مش بتعلمني الرشق بالسهام يا شيبوب؟ اقول لك تيجي اخلع لك عين وانت تخلعي لي عين ونعيش ترش احنا الاثنين. بس انا اخلع لك عينك في الاول. اشمعنى؟ عشان لما اهرب منك ما تشوفنيش. بماذا ارد على ابي يا عنتر؟ أبوك بيعجزني يا عبلة، عايزني أجيب لك خيمة تمليك. أنا كل ما أستطيع أن أفعله أجيب لك خيمة إيجار جديد يا عبلة. إيجار جديد يا عنتر؟ وإذا ربنا كرمنا أجيب لك خيمة دوبلكس دورين، أو أجيب لك شبرا الخيمة لو تحب. لكن أنا مش أقل من صحباتي في القبيلة. صحباتك في القبيلة؟ هذه هي إمكانياتي يا عبلة. أنا كل يوم بمر بظروف صعبة، بيموت لي خروف، بيموت لي معزتين، بيموت لي جديين، وكل ده بسبب الغبي شيبوب. وحتى إن وافقت أبي مش هيتنازل على 100 ناجة حمر. 100 ناجة حمر؟ أنا كل اللي أستطيع أجيبه 12 ناجة وصفر، مش حمر يعني. وليه ما تعملش زي الشباب وتاخد قرض من بنك الإبر الدولي؟ أنت يا عبلة؟ انت اللي بتقولي هذا؟ عايزاني اقترض من البنوك؟ لا، افرضي تعثرت في السداد، ياخدوا الجمالين اللي حلتي. الحق يا عنتر، الحق يا عنتر. ايه الدوشه دي؟ ما انا جنبك يا غبي. عايز ايه يا عنتوره؟ قطاع الطرق طلعوا علينا ما بين الجبلين. بين الجبلين؟ وايه اللي وداك هناك؟ الحته دي لبش جدا يلا. هو اللي حصل بقى يا عم. المهم هم قالوا لي اوصل لك رساله. رساله؟ هاتها هاتها. يعني اقول بيقولوا لك يا عبدي يا اسود. انا اللي اسود؟ انت اللي مخلص علبه الورنيش، بتتعامل مع خلقتك انها جزمه برضو. وقالوا لك ايه تاني؟ بيقولوا لك يا اللي رباك غير ابوك. ليا الفخر ان اللي رباني خالي والخال والد، المهم ان اتربيت. ها وايه تاني؟ بص يا عم بقى، انا مش عارف ايه، انا هروح اقول لهم ايه دلوقتي. بص خد يا عم، ادي الكارت بتاع زعيم العصابه، في العنوان بتاع الخيمه بتاعته ورقم الموبايل بتاعه، وروح يا عم انت بقى فك الاسر المعيز بقى. خلاص انني ساتصرف. غور روح مع المعزه اللي كنت واقف معاها. عبلتي لقد اتحلت الحمد لله من عند ربنا. يعني ايه؟ جبت 100 ناجة الحمر؟ لئن وجدت عنده ناقات لأخذتها مكسرا ومحطما وحارقا
وإن لم أجد فأنت يا عبلتي طالقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دولا يا دولا. دولا عملت ايه يا رمزي؟ جبت الهدوم المطلوبة؟ جبت كل حاجة يا دولا. هو يا رب رانيا تفضل عيانة على طول. قال له هو يعني صحيح واسلامه ده اللي هو انه ده دولا فيلم واسلامه يا لا اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز واحمد مظهر ساعه اما كان حسين رياض ماشي بقى في الشوارع وعمال بيدور على لبنى عبد العزيز وعمال بيقول يا جهاد يا جهاد انت فين يا جهاد ده واختين عليك يا جهاد. اه يا دولا لما هي قعدت تقول له انا هنا قدامك اهو سلامه انا هنا. ايوه صح يا ساعه اما محمد صبيح كان عامل بقى بتاع التتار وريشه نبات ضخمه جدا كده اهو ودخل قال يا جماعه انا لو عايز اكلم شعب مصر اعمل ايه يا جماعه. اه يا دولا صح. طب ورانيا دلوقتي يا دولا هتعمل دور ايه في الرجاله دي كلها؟ لا رانيا بقى هتعمل دور شجره الدر. الله صحيح يا دولا هي شجره الدر دي يعني شجره بحق وحقيقي اللي هو يتاكل منها حاجه يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاتي؟ زي الفل. ايه يا قايبك؟ لسه طمعان في الملك؟ الملك لله وحده يا مولاتي. وبعدين انا عايز اسدتك والست في النهاية ملهاش غير بيتها وجوزها. افهم من كده ان انت ضد عمل المرأة؟ بالعكس يا مولاتي، عمل المرأة على راسي وعلى خصتي من فوق، لكن بحدود، كل شيء عندي بحدود. يعني المرأة حضرتك عايزة تشتغلي ملكة أهلا وسهلا، لكن الساعة 2 الظهر حضرتك تكوني في بيتك، يعني في وسط أهلك وفي وسط عيالك وتخدمي بيتك وجوزك وعيالك. عز الدين أيمن هو نفسه بكر الدين أقطاي، بس يقلع القناع. أنا مستعد أقلع القميص. في شرط علشان تبقى جنبي على العرش. يا ترى ماذا هو الشرط دون؟ عايز اعمل دقيقه من موبايلك. يا سلام فروم ماي ايز. ايه ده لقد تقلبت، حد قلبني. اه يبدو اني نسيت الموبايل بيشحن في الدرج بتاع الحصان. غبي غبي. التردد مرض الجنس البشري. عموما الكلام ده سابق لاوانه، انا لازم اسال عنك قبل ما نتجوز. من غير ما تسالي عني انا مستعد اقولك على كل حاجه. انا متجوز واحده، يعني لو اتجوزتك هتجوزك عليها بس مش اشكال، ومخلف منها عيل اسمه منصور لهبل. ولا منصور يهبل ولا منصور يهبل. ابويا 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 انت فين يا ابويا انت فين يا ابويا. يعني يخرب بيتك يعني اهبل واعمى كمان. ليه يا رب ليه يا رب خلتني اخلف عيل اهبل واعمى؟ معقوله؟ ابويا 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 ابويا. اخلص اخلص. عايز ايه؟ انا 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 ك 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 انت هتقضيها ك ك ك ك ك ك هتعيش في الدور بطه ما تخلص. ابويا ابويا كلت الحصان بتاعي ابويا، كلت الحصان، الحصان في بطنها ابويا. افتح لي بطنها وهات لي الحصان بتاعي ابويا، الحصان بتاعي ابويا. انا اسف يا مولاتي، للاسف هو ده نتيجه جواز القرايب. عموما يا مولاتي بعد اذن حضرتك انا هضطر اسفا افتح بطنك واشقها عشان اطلع الحصان بتاع الواد منصور لهبل ابني ده. يلا. لا طبعا شجره الدر ما ماتتش كده، شجره الدر ماتت بالابائيب. عموما عايزه تموتي بالابائيب موجوده، عايزه تموتي بالسم موجود، عايزه تموتي بالرصاص موجود، السيف اساسي. ها اختاري حاجه، المهم نخلص منك يا رانيا. رانيا؟ رانيا مين؟ انا مين؟ انا فين يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ايه يا مولاتي؟ انت شجره الدر. بس بقى يا اخي يا اخي اسكت بقى بدل ما شقك انت. انت رانيا 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 رانيا. ايوه رانيا، وده بيتك ودي اوضه نومك وده مطبخك ودي تلاجتك وده جزمه. طب كده ليه دايب يا دوله؟ دوله عادل. ايوه يا عادل يا حبيبي. ايوه عادل يا رانيا. ايوه كده اخيرا فوقتي، كفايه تمثيل بقى. ايوه يا رانيا انا عادل. عادل ايه ده انا اتعذبت يا رانيا، انا اتعذبت اتبهدلت اتمرمطت اتمرمطت. سوري يا عنتر. اي سوري يا عادل. سوري يا عادل بجد انا بعتذر على كل الحاجات الوحشه اللي انا سببتها لك. انا اسف.
ولا يهمك ولا يهمك، عادي يعني ما فيش اي حاجه حصلت. انا ما شفتش منك اي حاجه صراحه يعني، بس انما ليه يعني يا رانيا، ايه اللي حصل لك يعني؟ ما هو اصلي حبيبي زمان كان من ضمن مواهبي الكتيره المتعدده طبعا اللي انت عارفها موهبه التمثيل، لكن للاسف بابا كان ممانع يعني، وكان عامل مشكله ان انا امثل نظرا للاصول التركيه الفرنسويه السعوديه اللي احنا منها. تركيه فرنسويه سعوديه، ده كويس قوي ان انت طلعت بالعيب بتاع التمثيل ده. بس الحمد لله الحمد لله، مش عايزه اقول لك يا عادل، ياما اسابيع وليالي وشهور شهدت دموع المبلله على خدودي بسبب قمع ابويا واصراره على ان انا ما امثلش. يلا انا اسفه يا عادل. الحمد لله الحمد لله. ولا يهمك يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه يا رانيا، تصبحي على خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل تفتكر حد من البيت حس بحاجه؟ حس؟ لا خالص، كلنا ما حسناش بحاجة الحمد لله. لا أمك ولا أمي ولا أختي ولا أختك ولا ياسمين حست بحاجة وقالت مالها ماما ولا أي حاجة من ذي. الحمد لله الحمد لله. صباح على خير يا راني. الحمد لله يا عادل طمنتني. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله.